طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مادة علم المواد 2، محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم. في هذه الجزئية اللي هي الجزء السابع في الشابتر رقم 1، هنتكلم عن تصنيف المواد الهندسية طبقا للتركيب البلوري أو الفانكشناليتي وإكزامبلز عليه. اتكلمنا قبل كده عن تصنيف المواد الهندسية من حيث طبيعتها، النهارده هنتكلم عن تصنيف المواد الهندسية من حيث التركيب البلوري. لما أجي أشوف التركيب البلوري ألاقيه في غاية الأهمية في الحقيقة، لأن التركيب البلوري هو ينعكس انعكاس تام على الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية. فمثلا على سبيل المثال، لو قلت الجرافيت والدايموند، الجرافيت والدايموند من وجهة نظر الكيمياء يعتبر عنصر الكربون، لكن لما أجي أشوف الخواص الميكانيكية المختلفة للاتنين ألاقي إن الجرافيت وهو سن القلم الرصاص اللي انا بكتب بيه الورقه بتبري، يشوف هو قد كده سوفت وطري، بينما الدايموند يعتبر فيري هارد لدرجه ان هو يعمل سكراتشنج لاي نوع من انواع الماتيريال. في الحقيقه وجه الاختلاف بين الاثنين او وجه الاختلاف بين الاثنين على سبيل المثال او في صحيح الامر هو ينعكس او يرجع لي الكريستال ستراكشر او التركيب البلوري المختلف للاثنين عن بعض، وبالتالي اختلفت الخواص الميكانيكيه. لما اجي اشوف الكريستال ستراكشر هصنفه ازاي؟ الاقي عندي ماده عديده البلورات، وهذه الماده عديده البلورات تتكون من العديد من البلورات. على سبيل المثال اغلب الميتالز والالويز اللي احنا نعرفها تعتبر بولي كريستالين، اي ماده تتكون من العديد من البلورات. التصنيف الثاني اللي هو سنجل كريستال، اي ماده وحيده البلوره. في الحقيقه هذه الماده الوحيده البلوره التي تتكون من بلوره وحيده، اي لا يوجد بيها جرين باوندري، هذه الماده انا بتحصل عليها بمعالجات حراريه خاصه لماده ما. يعني لا توجد في الطبيعه ماده عباره عن بلور واحد، لكن انا بتحصل عليها بمعالجات حراريه. ليه؟ لان انا محتاج ماده مثلا كان تكون ماده تستخدم في التطبيقات الالكترونيه زي السيليكون، فبعمل منها سيليكون ويفرز او رقائق من السيليكون على هيئه سنجل كريستال. أصلح ما يكون استخدام ليها هو المواد الإلكترونية زي الكمبيوترز أو ما شابه. بعد كده عندي مادة اللي هي الإمورفوس ماتيريالز، وهذه المادة يكون ترتيب الذرات فيها شورت أوردر أو نو لونجر أوردر، يعني ما هياش الذرات ما هياش مترتبة ترتيب منتظم عشان تديني بلورات بشكل منتظم، وبالتالي بتبقى نون كريستالين ماتيريال. دي بتحصل عليها بمعالجات مختلفة زي الرابت كولينج مثلا او السبراينج او السبيننج او الليزر ديبوزيشن او ما شابه، وبالتالي بحصل على ماده تكون فيها او تكون عباره عن نون كريستالين ماتيريال لها استخدامات عديده في الاسترنس عاليه بتاعتها، التطبيقات المغناطيسيه بتاعتها عاليه، والتطبيقات الالكترونيه والكهربائيه بتاعتها ايضا عاليه. لما اجي اشوف الفانكشناليتي ابص الاقي ان انا ممكن اقسم المواد طبقا لي مجموعة مثلا مواد معينة بتستخدم في تطبيق معين، زي مثلا مجموعة من المواد اللي تستخدم في الايروسبيس أو في الفضاء، زي مثلا كان المواد اللي تستخدم في الطائرات والصواريخ والمكوك الفضاء وما شابه، دي أقدر أسميها مواد ايروسبيس. في مواد طبية تستخدم في مجال الطب، زي المواد الكومبوزيت اللي تستخدم في حشوات الأسنان أو في الأجهزة التعويضية داخل جسم الإنسان أو الشرايح اللي إحنا بنجبر بيها الكسر أو ما شابه، دي بتندرج تحت مسمى البايوميديكال ماتيريال او المواد الطبيه. زي المواد الالكترونيه التي تستخدم في مجال المواد الالكترونيه. زي المواد التي تستخدم في مجال المغناطيسيات. زي المواد التي تستخدم في مجال تكنولوجيا الطاقه او التكنولوجيا الانفايرمنت الطاقه او المواد اللي هي صديقه للبيئه. زي برضو المواد اللي تستخدم في مجال الاوبتكس. زي المواد السمارت او المواد الذكيه التي لها استخدامات او لها تصرف ذكي في تصرف ما او في ظروف ما، بتسمى المواد السمارت ماتيريال زي الشيب ميموري الوي مثلا. الاستراكشر ماتيريال او المواد اللي تستخدم في الانشاءات، وهي ايضا مجموعه من المواد تستخدم في هذا المجال. عندنا بعض الاكزامبلز زي ما احنا شايفين، يعني مثلا في مجال الالكتريك عندي السيليكون والالمنيوم والكبر اللي انا بصنع منهم مثلا الاسلاك الكهربيه والسيليكون اللي بيستخدم في المواد الالكترونيه. في مجال الانرجي عندي اليورانيوم اوكسيد، عندي النيكل كاديوم. في مجال الماجنتيك عندي الايرن والفيرايت.
في مجال الاوبتكس عندي السيليكون والجلاس وما شابه، في مجال السمارت ماتيريال عندي النيكل والتيتانيوم شيب ميموري الوي، وفي مجال الاستراكشر عندي الفايبر جلاس، عندي الكونكريت، عندي البلاستيك، عندي الوود، وفي مجال الايروسبيس عندي الكربون نانو تيوب كومبوزيت ماتيريال، عندي السيليكون وعندي الامورفا سيليكون وعندي الالومنيوم الوي والسوبر الوي وما شابه، وفي مجال البايوميديكال عندي الهيدروكسيد ابيتايت اللي هو وعندي التيتانيوم الويز وعندي الستانلس ستيل. كل هذه المواد لها استخدامات خاصة في مجالات خاصة.